أربعة بوم. وايد تغيرت شخصيتها حتى بالمدرسة. أول كانت إيزي ديستراكت، يعني بسرعة تتنرفز بسرعة، أحد يضايقها على طول تشوفينها تضايقت بسرعة من أحد، أي أحد يكلمها على أقل كلمة، بس الحين لا عادي. إحنا تركيزنا على المهارات، مهارات الدفاع عن النفس، بحيث أن إحنا من خلال هذه المهارات والتدريبات تكتسب البنت أو النساء أو حتى البنات الصغار كيفية الدفاع عن نفسهم.